أبنائي طلبة وطلبات ثانوية آفاق السويدية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. وبعد، سوف أتحدث معكم عن درس اليوم، وهو درس عن جهاز المناعة. جهاز المناعة، يجب أولا أن احنا نتعرف على أهم أهداف الدرس. يبقى عندي جهاز المناعة، يجب أن احنا نتعرف على أهم أهداف الدرس. هذا عندي أهداف الدرس كما موجود في الكتاب المدرسي. أول هدف عندي أنك تقارن بين المناعة غير متخصصة اللي هي المناعة العامة، والمناعة المتخصصة اللي هي المناعة النوعية. يبقى انت تقارن بين المناعة غير المتخصصة والمناعة المتخصصة. الهدف الثاني انك تلخص تركيب الجهاز الليمفي ووظيفته. تلخص تركيب الجهاز الليمفي ووظيفته. الهدف الثالث انك تميز بين المناعة السلبية والمناعة الإيجابية. يبقى المناعة السلبية والمناعة الإيجابية، تقدر تقارن بين المناعة السلبية والمناعة الإيجابية، أو تقدر تميز بين المناعة الإيجابية والمناعة السلبية. هذه أهداف الدرس. إحنا طبعا عارفين إن إحنا عندنا جهاز المناعة بينقسم لقسمين رئيسيين، مناعة غير متخصصة اللي هي المناعة العامة، والمناعة المتخصصة اللي هي المناعة النوعية. هب أنك تعيش في مع عدد كبير من مسببات الأمراض الكامنة، ومنها البكتيريا والكثير من الفيروسات التي قد تسبب المرض. فكما أن الحصن الذي يحمي المدينة من هجوم الأعداء، يقوم جهاز المناعة بحماية الجسم أيضا من مسببات الأمراض. هذه مسببات الأمراض اللي هي البكتيريا والفيروسات وغيرها من المخلوقات الحية الدقيقة التي قد تسبب المرض. وقد وهب الله سبحانه وتعالى للجسم القدرة ليكون عند الولادة عدد من الدفاعات في جهاز المناعة لمحاربة هذه المسببات. تسمى هذه الدفاعات المناعة غير متخصصة. يبقى هذه الدفاعات اللي هي بتتكون عند الولادة تسمى الدفاعات أو المناعة غير المتخصصة اللي هي المناعة العامة. لأنها يبقى علل واللي علل سميت هذه المناعة العامة، لأنها لا تستهدف نوعا محددا من مسببات الأمراض. لأنها لا تستهدف نوعا محددا من مسببات الأمراض. فهي تحمي الجسم من مسببات المرض التي يواجهها. وتساعد المناعة غير المتخصصة أيضا التي يحتويها الجسم على منع المرض، كما تساعد على إبطاء تقدمه أيضا. يبقى بتعمل على احتواء المرض وتمنع المرض من التقدم في التقدم في المرض، يبدأ يستمر ويزداد المرض إلى أن تبدأ المناعة المتخصصة عملها فيما بعد ذلك. والمناعة المتخصصة من أكثر الاستجابات المناعية فاعلية، في حين تعد المناعة غير المتخصصة خط الدفاع الأول. عندنا بعد كده أو مكونات جهاز المناعة، زي ما احنا شايفين مكونات جهاز المناعة. آدي أقسام جهاز المناعة. أولا، المناعة غير متخصصة هي عدد من الدفاعات في جهاز المناعة لمحاربة جسيمات الأمراض التي تسبب المرض، وهذه تبدأ عند الولادة. قلنا علل، تسمى المناعة غير متخصصة بهذا الاسم لأنها لا تستهدف نوعا محدد من مسببات الأمراض. وظيفة المناعة المتخصصة أنها تساعد على منع المرض، تساعد على إبطاء خط تقدمه، لحين عمل المناعة المتخصصة تعتبر خط الدفاع الأول للجسم. ننتقل بعد ذلك إلى بعض الأمثلة على المناعة غير المتخصصة في الجسم. الحواجز، وهي تضم حواجز الجلد والحواجز الكيميائية والحواجز اللي هي تحمي الجسم ضد مسببات الأمراض. يبقى عندي حواجز تشمل حواجز الجلد وحواجز كيميائية. حاجز الجلد اللي هو يستخدم لمنع المخلوقات الغريبة من دخول الجسم، الخلايا الميتة أيضا في الجلد تحمي الجلد من غزو المخلوقات الدقيقة، تثبط البكتيريا التكافلية العديد من مسببات المرض. الجلد السليم وإفرازاته خط الدفاع الرئيسي ضد الميكروبات وضد البكتيريا والفيروسات. يبقى ده حاجز إيه؟ حاجز الجلد هو خط الدفاع الأول. ننتقل بعد ذلك إلى الحواجز الكيميائية. يعني عندنا نوعين من الحواجز، حواجز الجلد وحواجز كيميائية. هي الحواجز الكيميائية تسبب موت المخلوقات المسببة للمرض بواسطة الإنزيمات المحللة لجدار البكتيريا. يبقى هذه الحواجز الكيميائية تسبب موت المخلوقات اللي هي تسبب المرض بواسطة ايش؟ بواسطة الانزيمات المحللة لجدر الخلايا البكتيرية. مثال،
هذه الحواجز الكبيرة مثل اللعاب والدموع والإفرازات الأنفية. طيب المخاط يمنع التصاق البكتيريا بالخلايا الداخلية والأهداب التي تدفع البكتيريا للخارج. عندنا أيضا حمض الهيدروكلوريك الذي يقتل البكتيريا المختلطة بالطعام داخل المعدة. بعد ذلك عندنا استجابة المناعة غير المتخصصة لغاز الميكروبات اللي هي الدفاع الخلوي، البروتينات المتممة، الانتروفيرون، الاستجابات الالتهابية. يبقى عندي استجابة المناعة غير متخصصة لغاز الميكروبات، الدفاع الخلوي، البروتينات المتممة، الانتروفيرونات، الاستجابات الالتهابية. أولا الدفاع الخلوي ينشط عند دخول المخلوقات الغريبة إلى الجسم. يبقى متى ينشط الدفاع الخلوي؟ الخلية متى تنشط الدفاع عن نفسها؟ عندما تدخل المخلوقات الغريبة إلى الجسم. طرق الدفاع عن الجسم بسيطة. الدفاع الخلوي عن طريق إما البلعمة، التقاط الميكروبات والبكتيريا عن طريق الخلايا تبدأ تبتلع الميكروب وتبدأ تهاجمه. خلايا الدم البيضاء، يبقى إما عن خلايا الدم البيضاء أو البروتينات المتممة أو الانتروفيرون. يبقى الانتروفيرون، البروتينات المتممة، خلايا الدم البيضاء، البلعمة، كل دي من طرق الدفاع عن الجسم بواسطة الدفاع ايش؟ الدفاع الخلوي. يعني الخلية تقوم بالدفاع عن نفسها بهذه بالأربع طرق اللي هذه. طيب بعد كده عندنا ايه هي البلعمة؟ البلعمة العملية التي تحيط فيها الخلايا الأكولة بالمخلوقات الغريبة وتفرز عليها مواد كيميائية. هذه المواد تكون هاضمة للقضاء على هذه البكتيريا. يبقى العملية التي تحيط فيها الخلايا الأكولة بالمخلوقات الغريبة التي قد تدخل إلى الجسم وتفرز عليها مواد كيميائية وهاضمة لهذه المواد للقضاء على هذه الميكروبات أو هذه المواد الغريبة. إيه هي البروتينات المتممة؟ هي التي تعزز عملية البلعمة. تعزز عملية إيش؟ البلعمة، حيث تساعد على الارتباط بشكل أفضل مع مسبب المرض. يبقى البروتينات المتممة بتساعد على الارتباط بشكل أفضل مع مسبب المرض. أهمية البروتينات المتممة إنها تنشط الخلايا الأكولة، تعزز تحطيم غشاء الخلية المسببة للمرض. تنشط الخلايا الأكولة، تعزز تحطيم غشاء الخلية المسببة للمرض. زي ما احنا شايفين عندنا شكل الخلية، هذا الجدار الخارجي وهذا السائل السيتوبلازم اللي داخل الخلية. بتبدأ تتكون البروتينات المتممة في بلازما الدم جزئيا وفي جزيئات معقدة، وتبدأ ينغرس في الغشاء البلازمي للخلية الغريبة. تندفع السوائل إلى داخل الخلية من مسبب انفجار الخلية، وبعد كده بتبدأ تدخل إلى الغشاء البلازمي الداخلية للخلية الغريبة. بعد كده عندنا ادي انواع الخلايا اللي هي بتساعد في عمليه البلعمه. ادي الخلايا المتعادله تقوم بعمليه البلعمه، خلايا الدم التي تبتلع البكتيريا، الخلايا الاكوله الكبيره زي ما احنا شايفين التكبير بتاعها اكبر بمقدار بالمسح الضوئي او بالمجهر الضوئي بعد الصبغ ضرب 380 درجه. البلعمه تقوم بعمليه البلعمه، وخلايا الدم التي تبتلع البكتيريا وتتخلص من الخلايا المتعادلة الميتة وبقايا مكوناتها. بعد كده عندنا الخلايا الليمفية، وهي دي بتسبب المناعة المتخصصة، أجسام مضادة تقتل مسببات المرض. بعد كده عندنا الانتروفيرون، ده ثالث شيء. الانتروفيرون مادة بروتونية تفرز من الخلايا المصابة بالفيروس. يبقى هذه السابق الانتروفيرون يفرز من مادة بروتونية، يتكون من مادة بروتونية تفرز من الخلايا المصابة بالفيروس لمنع تضاعف الفيروسات ومقاومته في الخلايا المجاورة. يبقى الخلية المصابة بالفيروس بتفرز مادة بروتونية تساعد على مقاومة الفيروس ومنع إصابة الخلايا المجاورة. وظيفة الانتروفيرون ايه؟ بيحفز الخلايا المجاورة للخلية المصابة على إنتاج بروتينات مضادة للفيروس. عندنا بعد كده الرابع جزئية اللي هي الاستجابة الالتهابية، سلسلة من الخطوات المعقدة التي تشمل العديد من المواد الكيميائية والخلايا المناعية لتعزيز المناعة. يبقى الاستجابة الالتهابية سلسلة من الخطوات المعقدة التي تشمل العديد من المواد الكيميائية والخلايا المناعية لتعزيز جهاز المناعة في الجسم.
بعد كده عندنا مسبب المرض يفرز مواد كيميائية تجذب الخلايا الأكولة والبيضاء إلى المنطقة المصابة. يبقى من ضمن أيضا المواد اللي هي بتساعد على جذب الخلايا الأكولة والخلايا البيضاء إلى المنطقة المصابة إن المسبب المرض يفرز مواد كيميائية تسبب جذب هذه الخلايا إلى مسبب المرض لمنع دخوله إلى الخلايا. المناعة المتخصصة اللي هي المناعة النوعية، وده ثاني شيء من المناعة أو ثاني مكون من جهاز المناعة، هي التي تشمل كل الأنسجة والأعضاء الموجودة في الجهاز الليمفي. يبقى إذا بدأ هنا يتكون عند الجهاز إيه؟ الجهاز الليمفي. هي التي تشمل المناعة المتخصصة تشمل كل الأنسجة والأعضاء الموجودة في الجهاز الليمفي. الجهاز الليمفي يتكون من الليمف، الأوعية الليمفية، العقد الليمفاوية. الجهاز الليمفي يتكون من الليمف، الأوعية الليمفية، العقد الليمفاوية. الليمف عبارة عن سائل إيه؟ سائل يرشح من الشعرات الدموية لغمر خلايا الجسم. الليمف هو سائل يرشح من الشعيرات الدموية لغمر خلايا الجسم. الأعضاء الليمفية التي توجد في الجهاز الليمفي: الغدد الليمفية أو العقد الليمفية، اللوستين والطحال والغدة التيموسية والنسيج الليمفي المنتشر في القنوات الهضمية والتنفسية، وتحتوي على أنسجة ليمفية وخلايا ونسيج ضاد. يبقى هذه هي الأعضاء الليمفية. نقولها تاني: العقد الليمفية، اللوستين والطحال والغدة التيموسية والنسيج الليمفي المنتشر في القنوات الهضمية والتنفسية، وتحتوي على أنسجة أصلا ليمفية وخلايا ونسيجة ضامة. الخلايا الليمفية نوع من الخلايا البيضاء التي تنتج في النخاع الأحمر للعظم. يبقى الخلايا الليمفية نوع من أنواع الخلايا البيضاء التي تنتج في النخاع الأحمر ليه؟ للعظم. ده كله من المناعة اللي هي المتخصصة. العقد الليمفاوية تخلص السائل الليمفي من المواد الغريبة. العقد الليمفاوية بتبدأ تخلص السائل الليمفي اللي بيمر من خلالها من المواد الغريبة التي قد تكون بها، وقد تكون هذه المواد مسببة لأمراض. اللوستان حماية الأنف والفم من البكتيريا والمواد الضارة. وظيفة اللوستين اللي هو حماية الأنف والفم من البكتيريا والمواد الضارة. زي ما احنا شايفين، ادي اللوزيتان، وادي العقد الليمفية، وادي مدخل الوعاء الليمفي، وادي الغدة الزعترية اللي هي التيموسية، هنعرف وظيفتها فيما بعد، اللي هي بتبدأ تتصل بالأوعية الليمفاوية وعقد ليمفاوية معوية وهكذا، وعندي في متصلة بالزائدة الدودية، وعندي بعض الأنسجة الليمفاوية، وعندي الطحال أيضا من الجهاز المناعي، ونخاع العظم اللي هو يبدأ يعمل ايه؟ بيولد كرات الدم البيضاء اللي من ضمنها ايضا الخلايا الليمفية. بعد كده عندي الطحال يخزن الدم ويحطم الخلايا الحمراء التالفة. وظيفة الطحال يخزن الدم ويحطم الخلايا الحمراء التالفة. الغدة الزعترية تنشط الخلايا التائية. يبقى وظيفة الغدة الزعترية تعمل ايش؟ تنشط الخلايا التائية اللي هي تي. استجابة الخلايا البائية اللي هي بي سيل ريسبونس. بي سيل ريسبونس للخلايا او استجابه الخلايا البائيه بتحتوي على الاجسام المضاده. الاجسام المضاده عباره عن ايه؟ بروتونات تنتجها الخلايا الليمفيه البائيه التي تتفاعل مع مولدات الضد. يبقى الاجسام المضاده هي بروتونات تنتجها الخلايا الليمفيه البائيه التي تتفاعل مع مولدات ايش؟ الضد. مولدات الضد عباره عن ايه؟ عباره عن مواد غريبه عن الجسم تؤدي الى الاستجابه المناعيه. مولدات الضد عبارة عن مادة غريبة عن الجسم تؤدي إلى الاستجابة المناعية. في بعض التنبيهات زي مثلا نقول إيه؟ توجد الخلايا البلازمية البائية، البلازمية البائية في جميع الأنسجة الليمفية، فهي مصانع الأجسام المضادة. يبقى أين تصنع الأجسام المضادة؟ بتصنع في الخلايا الليمفية البائية. طيب، نأتي بعد ذلك إلى الخلايا التائية المساعدة اللي هي بتساعد الخلايا البلازمية اللي هي البي. يبقى التي اللي هي الخلايا التائية تساعد الخلايا البلازمية اللي هي بي. هي التي تنشط الخلايا البائية، وتسمى الخلايا التائية بالمساعدة. ليش؟ لأنها تنشط الخلايا البائية على إنتاج الأجسام المضادة. يبقى لو قلنا الأجسام المضادة تنتج فين؟ في الخلايا البائية أو الخلايا البلازمية البائية. قال زي ما احنا شايفين عندنا استجابة الجسم المضاد للمرض واستجابة الخلايا التائية اللي هي القاتلة. زي ما احنا شايفين ابتلاع مولد الضد، وادي مولد ضد معالج، وادي خلية أكولة كبيرة
تبدأ زي ما احنا شايفين الخطوة ألف، تبدأ تبتلع الخلية الأكولة الكبيرة مولد الضد، وتترك جزء منه على سطحها الخارجي ليعمل عمل المستقبل، يبدأ يستقبل المواد الأخرى. يبدأ تعرض الخلية الأكولة الكبيرة مولد الضد على خلية تائية مساعدة بواسطة الارتباط مع مستقبل على الخلايا التائية المساعدة، وهذا يحفز الخلايا التائية المساعدة على الانقسام. تبدأ تنقسم الخلايا التائية المساعدة بعد عملية ايه؟ عملية الارتباط مع مستقبل الضد. بعد كده الخطوة اللي بعد كده، تمر الخلية التائية المساعدة مولد الضد او بتبدأ تعرضه لمعالجة الخلايا البائية والتي تنقسم بواسطة الانقسام ايه؟ الانقسام المتساوي بعد عملية المعالجة. بعد كده تستمر الخلايا البائية الجديدة بالانقسام وينتج الأجسام المضادة، ويبقى بعض من هذه الخلايا بوصفها خلايا ذاكرة تحسبا لدخول مسبب المرض نفسه إلى الجسم مرة أخرى، علشان الجسم ما يصابش بهذا المرض مرة ثانية تبدأ الخلية تبقى مستعدة لأن هي ممكن تهاجم هذا مشابه المرض أو مسبب المرض المشابه للي هي قاومته في هذه المرة. بعد كده بترتبط الخلية التائية النشطة وتقتل مولد الضد على سطح الخلايا المصاب. بعد كده عندنا بعض التنبيهات الهامة، تتحد الخلية التائية النشطة مع الخلية البائية حاملة المولد الضد، فتصنع الخلايا البائية الأجسام المضادة لقتل المخلوقات الحية الدقيقة. يبقى بتتحد الخلية التائية النشطة مع الخلية البائية اللي هي حاملة المولد الضد، فتبدا تصنع الخلايا البائيه الاجسام المضاده لقتل المخلوقات الدقيقه. لانتاج السلاسل البروتينيه اللي هي من دي ان ايه، تصنع الخلايا البائيه الاجسام المضاده من خلال استخدام ثقيله وخفيف، من خلال استخدام اجسام ثقيله وايه وخفيف. استجابه الخليه التائيه، استجابه الخليه التائيه، الخلايا التائيه القاتله تدمر مسببات المرض وتطلق مواد كيميائيه تسمى السيتوكينينات التي تحفز الجهاز المناعي على الانقسام. يبقى عندنا ادي السلاسل الثقيله، وادي موقع ارتباط مولد الضد، وادي موقع ارتباط مولد الضد ايضا، وهذه سلسله خفيفه وهذه سلسله خفيفه، اما الداخليه بتكون متسمى سلاسل ثقيله، انما الخارجيه تسمى بالسلاسل ايه؟ الخفيفه. طيب ايه هو دور الخلايا الليمفيه في المناعه؟ الخلايا الليمفيه البائيه تنتج الاجسام المضاده اللي هي بي، الخلايا الليمفيه التائيه تدمر الاجسام الغريبه وتفرز السيتوكينينات. يبقى هذه وظيفه او دور الخلايا البائيه والخلايا التائيه. الخلايا الليمفيه المساعده تفرز الاستجابه للنوعين الاولين اللي هي الخلايا البائيه والخلايا التائيه. المناعه السلبيه والمناعه الايجابيه، وده ثالث هدف معنا لما نقارن بين او نميز بين المناعة السلبية والمناعة الإيجابية. المناعة الاستجابة الأولية هي استجابة الجسم الأولى لأي غزو من مسببات المرض. نتائج الاستجابة المناعية إنتاج خلايا الذاكرة التائية والبائية. خلايا الذاكرة ومميزاتها، خلايا الذاكرة ومميزاتها بتعمل إيه؟ بتعيش فترة طويلة، تستجيب بسرعة لمسبب المرض. يبقى الخلايا الذاكرة اللي هي التائية تستعيش فترة طويلة، تستجيب بسرعة لمسبب المرض. هذه المناعة، المناعة والمناعة السلبية هي التي تصنع فيها الأجسام المضادة من أشخاص أو حيوانات، تصنع فيها الأجسام المضادة من أشخاص أو حيوانات وتحقن في جسم الإنسان. المناعة السلبية مناعة مؤقتة، المناعة السلبية مناعة مؤقتة. أمثلة مثل التي تحدث بين الأم وطفلها من خلال المشيمة، يبقى دي بتحدث مناعة سلبية، مناعة ايه؟ سلبية. المناعة السلبية مناعة مؤقتة وهي بتصنع فيها الأجسام المضادة من أشخاص أو حيوانات وتحقن في جسم الإنسان. بعد كده المناعة الإيجابية، احنا لو هنقارن بين المناعة الإيجابية والمناعة السلبية هنقول الكلام ده، هنقول المناعة الإيجابية تحدث نتيجة مرض معدي أو التطعيم، يبقى تحدث نتيجة مرض معدي ايه؟ أو التطعيم، لكن المناعة السلبية تصنع فيها الأجسام المضادة من أشخاص أو حيوانات وتحقن داخل الجسم. التطعيم عبارة عن ايه؟ التطعيم عبارة عن حقن الجسم عن قصد بمولد ضد يهدف الى تكوين خلايا ذاكرة، يبقى يحقن الجسم عن قصد
بمولد ضد يسمى هذا التطعيم. بهدف ايش؟ بهدف تكوين خلايا الذاكره، اللي هي الخلايا الذاكره التائيه اللي هي بتعيش فتره طويله وتستجيب للمرض بسرعه اذا اصيب الجسم بهذا المرض مره ثانيه. بعض التنبيهات زي مثلا التطعيمات عباره عن مسببات مرض التالي مميته او ضعيفه. التطعيم عباره عن مسببات مرض مميته او ضعيفه. بعد كده عندنا خصائص الاستجابه المناعيه الثانويه الفعاله، اسرع من الاستجابه الاوليه، بالاستجابه الثانويه اسرع من الاستجابه الاوليه، تزود الاستجابه الكليه اثناء التعرض الثاني لمولد الضد، او تزداد الاستجابه الكليه اثناء التعرض الثاني لمولد الضد، تستمر لوقت اطول بعد التعرض الثاني لمولد الضد. هذه خصائص الاستجابه المناعيه اللي هي ثانويه، يبقى اسرع من الاستجابه الاوليه، تزداد الاستجابه الكليه اثناء التعرض الثاني لمولد ايش؟ الضد، وتستمر لوقت اطول بعد التعرض الثاني لمسبب المرض. عندنا بعد كده امراض جهاز المناعه زي فشل جهاز المناعه لاسباب ويجب ان احنا نتجنبها. اسباب فشل جهاز المناعه: وجود عيوب في جهاز المناعه، اول شيء وجود عيوب في جهاز المناعه. ايضا عندي تطور الامراض المعديه وزياده احتمالها، ممكن تزيد الامراض المعديه عند الانسان ويزيد احتمال حدوثها مره ثانيه، يبقى احنا نتجنب الامراض المعديه. طيب الهدف السبب الثالث: الإصابة ببعض أنواع السرطانات، ده برضو من سبب جهاز أو فشل جهاز المناعة. رابع شيء: مرض نقص المناعة المكتسبة اللي هو الإيدز، مرض نقص المناعة المكتسبة اللي هو فيروس الإيدز. فيروس الإيدز بيهاجم الخلايا التائية المساعدة ويدمرها. مرض الإيدز أو فيروس الإيدز بيهاجم الخلايا التائية اللي هي التائية المساعدة اللي هي بتساعد الخلايا البائية على ان هي تفرز الاجسام المضادة. مرض الايدز او فيروس الايدز بيبدأ ايه؟ يدمر هذه الخلايا. هذه اسباب فشل جهاز المناعة. عندنا بعض الاسئلة اللي هي موجودة في الكتاب المدرسي، زي مثال يقول لي قارن بين استجابة المناعة المتخصصة وغير المتخصصة. استجابة المناعة المتخصصة واستجابة المناعة غير المتخصصة. عند الخلايا الأكولة والخلايا البائية اللي هي بي والخلايا التائية المساعدة والقاتلة. قارن بين الثلاث. صف خطوات تنشيط استجابة الجسم المضاد لمولد ضد ماء. هذه الوصفة. تعمل الخلية الأكولة على تعرف مولد الضد والتعامل معه، حيث تضع قطعة منه على سطحها وتعرضها للخلايا التائية المساعدة التي تقوم بدورها بمولد الضد المعالج الى الخلايا البائيه. بتبدا تقدم مولد الضد للخلايا البائيه وتنشطها لكي تبدا بانتاج الاجسام المضاده. يبقى تعمل الخلايا الاكوله على تعرف مولد الضد الاول، وبعد كده تتعامل معه، وبعد كده تضع قطعه منه على سطحها اللي هي الخلايا ايه؟ الخلايا الاكوله، وتعرضها للخلايا التائية المساعدة التي تقدم بدورها مولد الضد المعالج إلى الخلايا البائية وتنشطها لكي تبدأ بإنتاج الأجسام المضادة. عندنا السؤال الثالث: اعمل شكل توضيح يمثل المناعة الإيجابية والمناعة السلبية. زي ما قلنا احنا نقدر نقارن بين المناعة الإيجابية والمناعة السلبية. آدي يبقى المناعة السلبية تنتج الأجسام المضادة في مخلوق حي ثم تعطى لمخلوق حي آخر، أما المناعة الإيجابية تنتج الأجسام المضادة في مخلوق حي مصاب بالمرض أو تعرض للتطعيم، أو تعرض ليه؟ للتطعيم. يبقى ده الفرق بين المناعة السلبية والمناعة الإيجابية. صف تركيب الجهاز الليمفي ووظائفه. يبقى احنا من الهدف الثالث أو الهدف الثاني كان كده، إنك تصف تركيب الجهاز الليمفي ووظائف هذا الجهاز. الأعضاء والخلايا التي تشمل الغدة الزعترية، اللوزتين، العقد الليمفاوية، الخلايا الليمفية. هذه وظيفتها تصفي الليمف والدم وتقضي على المخلوقات الحية الدقيقة وتبدأ تمتص ايه؟ تمتص الدهون. يبقى ده تركيب الجهاز الليمفي ووظيفة ايه؟ ووظيفة الأعضاء اللي هي موجودة بتكون الجهاز الليمف. بيقول هنا سؤال: استنتج لماذا يعد تدمير الخلايا التائية المساعدة بواسطة عدوى HIV مدمرة للمناعة النوعية اللي هو فيروس الإيدز؟ عندما يقتل عدد من الخلايا التائية، طبعا احنا قلنا ان هي فيروس الايدز بيدمر الخلايا التائية المساعدة اطلاقا، تضعف استجابة كل من خلايا المناعة البائية والتائية، لان هنا خلاص احنا قلنا بتدمر الخلايا التائية
وبذلك ايه الخلايا البائية لا تستطيع ان تقاوم مولد الضد، يبقى فيروس نقص المناعة المكتسبة او الاتش اي في او اللي هو فيروس الايدز بيدمر الخلايا التائية، فبذلك الخلايا التائية لا تستطيع ان تساعد الخلايا البائية على انها تنتج الاجسام المضادة وهكذا. طيب ده فرضية، ماذا يحدث اذا حصلت طفرة في فيروس اتش اي في بحيث تصبح الادوية التي تقلل تضاعف الفيروس غير فاعلة في بالنسبة للفيروس، يعني فيروس الاتش اي في فيروس الايدز تصبح الادوية التي تقلل من تضاعف الفيروس غير فاعلة، ايش اللي هيحصل؟ ايش اللي هيحصل بقى؟ هتتعدد العدد اللي هو الاكبر من الاشخاص المصابين بفيروس اتش اي في، يتطور لديهم مرض الايدز، يبدا مرض الايدز يتطور لديهم ويبدا عدم ايه؟ عدم التوقف لهذا الفيروس. وزي ما احنا شايفين ادي عندنا الكتاب المدرسي الاهداف، عرفنا البروتين المتمم او المكمل الانتروفيرون، عرفنا الخلايا الليمفيه، الخلايا الذاكره، الجسم المضاد، عرفنا كلمه التحصين او التطعيم، الخلايا البائيه بي، الخلايا التائيه تي، وهكذا. هذه طبعا بعض الاشكال اللي موجوده بالكتاب المدرسي. ادي جهاز المناعه زي ما شفناه قبل كده اهو، جهاز المناعه، مكونات جهاز المناعه، وبعد كده عندي الخلايا الليمفيه والخلايا التائيه، استجابه الخلايا التائيه والخلايا البائيه، استجابه الخلايا المناعه المتخصصه، وادي الشكل الموجود امامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.